لا سبيل أمام نزاع أبناء البيت الواحد إلا الجلوس على طاولة واحدة وإذابة جليد الخلافات. أضلاع البيت الشيعي التي اجتمعت مؤخراً تحاول رفع سقف بيتها عن الأزمة الحالية نحو حلول جدية مستقبلية. حصر السلاح بيد الدولة، حماية الحشد من المحاولات الدولية، إخراج القوات الأجنبية، هكذا يريد العقلاء. لكن حجر الخلاف ما زال يعتري طريق الطرفين عندما علقت الحلول النهائية على الزوايا البعيدة، ولأن طريق الحل يبدأ بخطوة، على خطوة اللقاء هذه تعبد الطريق لتفاهمات ثانوية قد تتعرج نحو تشكيل التحالفات وإخراج الحكومة القادمة من أزماتها الدائمة. ما الذي ستفضيه النتائج القادمة؟ بكل الأحوال هي أفضل بكثير مما كان متوقعا ما دام حبل الوصل قائماً.